بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله حنواصلوا دائما مع لا كونجيغيزون دي فيرب. إن شاء الله اليوم حنديروا لا كونجيغيزون دي فيرب تاع دوزيام جروب، المجموعة الثانية. لانفينيتيف تاعهم سي اي ار، يعني اللي يكملوا باي ار كيما لو فيرب فينير. إذا حنبداو نصرفوا لو فيرب فينير في البريزون، في الفوتور و في الباسي كومبوزي. دونك في البريزون نقول جو فيني IS، donc nous avons le IR, nous avons l'infinitif, on dira la terminaison. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. On donne les terminaisons, IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ ou I2SENT. Hadou les terminaisons, ta deuxième groupe, qui m'a rendu Hadoum. Ou Kamel les verbes. كامل لي فيرب تاع دوزيام جروب يتصرفوا بلا ميم فاصون. جيد، الان نروحوا للفوتور. دونك نقولوا je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils avec s finiront. دونك خلينا لو فيرب تاعنا finir كيما راه، ودنا لي تيرمينيزون تاعنا r a i r a s r a R O N S R E Z ou R O N T. Jade. Nous allons en passé composé. Vous le comprenez pour conjuguer les verbes, comme les verbes au passé composé, nous utilisons les deux auxiliaires. Un auxiliaire être ou auxiliaire avoir. Et dans ce cas, le verbe finir, nous utilisons auxiliaire avoir. كنت قلت لكم في الفيديو الاخر ان معظم الافعال نستعملوا فيهم اوكسيليير افوار، من غير بعض الافعال اللي ذكرتهم لكم اللي نستعملوا فيهم اوكسيليير اتر. اذا نقولوا في قلنا في لو فيرب فينير في باسي كومبوزي نقول جي فيني، tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. إذا كل الأفعال تاع دوزيام جروب أطفالي يتصرفوا بنفس الطريقة، بنفس التيرمينيزون، يعني بنفس الشيء. لكن أتونسيون، تو لي فيرب أون إي آر، يعني كامل الأفعال اللي يكملوا بإي آر، نو سون با دو دوزيام جروب. ماهمش كلهم تاع دوزيام جروب، كاين بعض الأفعال يكملوا بإي آر ولكنهم من المجموعة الثالثة، سي دي فيرب دو تخوازيام جروب. باغ إكزومبل عندنا لو فيرب دورمير، دورمير يكمل بإي آر وهو تاع تخوازيام جروب. بارتير، فينير، كورير. إذا لاحظتوا هاد الأفعال كامل يكملوا بإي آر ولكنها مش تاع دوزيام جروب وإنما تاع تخوازيام جروب. حتسألوا سؤال، كيفاش نعرف نفرق بين فعل يكمل بإي آر تاع دوزيام جروب وواحد آخر تاع تخوازيام جروب ألوغ كو لي تيرمينيزون تاعهم أو لانفينيتيف تاعهم نقولوا إي آر؟ إذا باش نعرف نفرق بيناتهم لازم نستعمل لو بارتيسيب بريزون تاعهم. مثلا لو فيرب دورمير لو بارتيسيب بريزون سي دورمون، بارتير بارتون، فينير فينون، كورير كورون. لاحظتوا سمعوا النطق مليح، دورمون فينون بارتون كورون. دونك هنايا سي لو بارتيسيب بريزون. اما لي فيرب تاع دوزيام جروب يكملوا دائما بي ار، لو بارتيسيب بريزون تاعهم كيما لو فيرب فينير مثلا نقولوا فينيسون، le verbe guérir guérissant, le verbe agir agissant. لاحظتوا issant. اما le troisième groupe qui m'a dormir نقولوا en dormant en a n t. هذا هو الفرق. اذا dormir troisième groupe dormant, finir deuxième groupe finissant, partir troisième groupe partant, guérir دوزيام جروب غيريسون. بهذه الطريقه نقدر نفرق بين الافعال اللي نكملوا باي ار اذا كانوا من دوزيام جروب او من ثوازيام جروب. هذه هي اذا لو بروشان فيديو ان شاء الله راح يكون على لي فيرب تاع ثوازيام جروب بحول الله. خليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.